إذن أهلا ومرحبا بكم كل متتبعي قناة شوف تي في على هذا المباشر من مدينة قلعة الصراغنة، واللي عنوناه بارتفاع عدد حالة المتعافين من كورونا 3099 حالة، الحمد لله، وكذلك انخفاض في عدد تسجيل حالة الإصابة بعد أن أعلنت وزارة الصحة قبل قليل من يومه الأربعاء حتى الساعة 10 عن تسجيل 48 حالة إصابة مؤكدة خلال 16 ساعة، وكذلك فيما الحمد لله استقرار في حالة الوفيات منذ يومين، لا زالت الحصيلة 188 حالة، وكنتمنى كذلك أن تستقر هذه الحصيلة وتبقى دائما حتى نتخطى هذا الفيروس إن شاء الله. إذا مشاهدينا، من خلال هذا البث المباشر غادي نعرضوا عليكم الحصيلة اللي أعلنت عليها وزارة الصحة قبل قليل. إذا متتبعينا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 48 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا حتى الساعة 10 من يومه الأربعاء، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة ببلادنا إلى 6466 حالة. مشاهدينا، وأضافت وزارة الصحة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 67724 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاته 3099 حالة، فيما استقرت حالة الوفاة في 188 حالة وفاة، ونتمنوا كذلك أن يتغمد الله سبحانه وتعالى هذه الوفيات برحمته الواسعة، وأن يرزق أهلهم الصبر والسلوان. تفائلوا خير، الحمد لله نتيجة اليوم كان انخفاض ملحوظ كما شفتوا معنا، تسجيل 48 حالة إصابة مؤكدة، وكذلك ارتفاع الحمد لله في حالة الإصابة، ليصل عدد الحالات ارتفاع عدد حالة المتعافين، الحمد لله، ليصل عدد الحالات المتعافية ببلادنا إلى 3099 حالة، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يشفي باقي المصابين ببلادنا. متتبعينا، كما توهب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، وكذلك الانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. مشاهدينا، نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنا هذا الوباء، وأن يتغمد كل الوفيات برحمته الواسعة، وكذلك أن يشفي كل المصابين، ونتمنى كذلك في هذا الشهر الكريم أن يذهب عنا هذا الوباء. فاليوم الحمد لله كنشوفو كنلاحظو بعد إعلان وزارة الصحة عن تسجيل 48 حالة وارتفاع كذلك عدد المتعافين ببلادنا، وكذلك استقرار حالة الوفيات منذ يومين لم تسجل أي حالة وفاة، الحمد لله. إذا متتبعينا، إلى هنا نصل إلى نهاية هذا البث المباشر، نقل لكم من مدينة قلعة الصراغنة، واللي من خلاله تم استعراض الحصيلة اللي أعلنت عليها وزارة الصحة قبل قليل من يومه الأربعاء. إذا مشاهدينا، نلتقي في مباشر آخر إن شاء الله. تحية لكل متتبعي قناة شوف تي في، إلى اللقاء.